القواعد الإيتيك سي كيلكو شوز دو ريفليشي، يعني
مفكر فيه، متداول فيه، مناقش، كتتعرض لواحد الموقف اخلاقي، كاين لجان او جهات معينه كتجتمع مع المعلم كيناقشوا كيفاش يطبقوا القواعد الاخلاقيه بطريقه اخلاقيه في موقف معين. واش اللي كيديروا جميع فريق المستشفيات المحترمه في جميع انحاء العالم، فيه دائما فيه لجان اخلاقيه، اللجان الاخلاقيه كاين قواعد اخلاقيه كتصدر في اطار مواثيق ووثائق، ولكن هي التطبيق ديالها في بعض الحالات ماشي دائما، احيانا التطبيق ديالها سهل، هذا السير المهني كاين امور عامه سهله، ولكن كاين امور دقيقه وخاصه. انا في رايي الاخلاقيات الطبيه حاليا في العالم الاجتهاد في رقم انه لا يمكن السر الزوجي ان تفشيه بالزوجه او العكس الا بطرديهما، لان الا وقع شي مشكل داخل الاسره وتشتت غير الشخص وما يتحملوا مسؤوليته، ماشي غادي يجي واحد 3 سنين يطلع الباب، دار لينا مشتتنا.